السياسي هو واحد من الأضلاع المهمة دلوقتي، من الأسماء اللي بيدور عليها كواليس وحوارات وتكهنات وأرقام وحاجات كتير قوي. فرجاني عنده أزمة كبيرة جدا الفترة الأخيرة ديت. فرجاني اللي عنده أزمة؟ اه فرجاني عنده أزمة مع الزمالك. الفترة الأخيرة ديت هو سافر سافر بدون إذن الزمالك وبدون علم الزمالك. إيه ده، هو السفرية الأخيرة دي الزمالك ما يعرفش عنها حاجة؟ ما يعرفش عنها حاجة واتفاجئ بيها. ده الكلام ده حضرتك بقى؟ لا، على أعلى مسؤوليتي وأنا واثق من الكلام ده. ما استأذنش من كابتن أيمن يونس؟ بس غير بقى قالوا استأذن وقالوا ما تستأذنش، بس في حصل دلوقتي النهاردة حصل تحقيق في الموضوع ده، وإن إزاي إن اللعيبة الأجانب تبقى معاها الباسبورات بتاعتها وتحقق فيها مع الاداري، وقال ان كان قبل كده السابق الوقت السابق ما فيش ان انت تدي باسبور ان هم ياخدوا باسبوراتهم من اللعيبه الاجانب، ده ما كانش فيه قرار موجود بيها، فطلعوا قرار كابتن اشرف قاسم طلع قرار النهارده قال لك ان كل باسبورات اللعيبه اللي الاجانب تتسحب منهم، وما فيش حاجه اسمها نبقى باسبور مع لاعب اجنبي ابدا، ولو حتى عايز يروح البنك عشان يسحب فلوس او يصرف فلوس من اي بنك يكون معاه الاداري هو معاه الباسبور والاداري يروح معاه، والتاني ما يبقاش موجود في جواز السفر معاه تماما. دي حاجه. تاني حاجه، فرجاني كان المفروض يرجع النهارده، ما رجعش النهارده، هيرجع الجمعه، وبالتالي مش هيقدر يشارك في ماتش طلائع الجيش. ازمه الزمالك مع فرجاني ايه؟ واللي هو فرجاني عامل فيها ان هو مقموص من اداره الزمالك. الازمه الاساسيه هي حته ان هو فرجاني عايز ياخد عقده بالكامل مع الفريق. بمعنى ايه؟ فرجاني اتوقف 6 ماتشات بسبب المشكله بتاعت الدوري، عايز ياخدهم. المفروض اللائحه بتقول، اللائحه بتاعت الفرقه بتقول ان هو يتخصم منه، لا هو عايز ياخدهم، عايز ياخد الفلوس. ازاي ديت ما تنفعش؟ ما ينفعش ان هو عشان ماتش غابه او ما لعبوش يتخصم منه، لا ما فيش الانذارات الكلام ده كله، لا هو عايز ياخد العقد بالكامل طبقا لكلام العقد بتاعه. وده حاجه مش مظبوطه وحاجه مش صح كانت، ودي سببت مشكله مع الجهاز الفني للزمالك والاداره بتاعت الزمالك، وبالتالي هي دي سبب المشكله اللي خلته حتى هو يسافر، فاكر ان هو بيلوي دراع الزمالك من خلال الجماهير، من خلال الجماهير اللي هي كانت متعاطفه معاه. لكن اللي حصل في الفتره الاخيره ان الجماهير بدأت تبص وتشوف الدنيا دلوقتي ان الزمالك بيكسب حتى بدون ان هو ما يبقاش فرجاني موجود او مصطفى محمد موجود، فبدأت ان قصه لعب الوتر الجماهير من الناحيه دي، ان اللعيبه ما بقتش برضو الجماهير ما بقتش متحمسه. بتقول كلام خطير جدا في ملف فرجاني. انا بتكلم في حقائق، بتكلم في بيانات، يعني بيانات حقيقيه، وانا واثق من الكلام دوت، ويمكن ده الكلام اللي من جوه الكواليس اللي حصل. الملف ده هيتقفل ازاي؟ الملف ده اتقفل دلوقتي، بمعنى ان هو هيتسحب جوازات سفر زي ما قلت لحضرتك الكلام دوت. دي حاجه. النقطه الثانيه ان هو هيبقى فيه البيان اللي طلع النهارده من الزمالك، هيتسحب جوازات سفر كل اللعيبه الاجانب، كل اللعيبه الاجانب تمام. ولو ليه هو اصلا اللعيبه الاجانب معاه جوازات سفرها؟ ما هو ده المشكله اللي حصلت، هم اتفاجئوا بكده. يعني هو بداعي ان هو هيسحب فلوس من البنك؟ لا لا لا، كل اللعيبه كانت موجوده. انا عارف بداعي ان لعيب بيسحب بالجواز، بياخد جوازه، بياخد جوازه ويقوم مسافر. طلع القرار بعد التحقيق النهارده دوت، طلع القرار بسحب الجوازات، ولو عايز يروح البنك يروح معاه اداري بالجواز، مندوب من نادي الزمالك بالجواز السفر عشان يرجع تاني مع القصه. النقطه الاهم في قصه فرجاني ساسي هي حته ان انت الفتره اللي جايه هو عايز ياخد كام فلوس وعايز يلعب، والكلام ده كله كان بيلعب على موضوع الجماهير ان هي واقفه معاه. وكان في بعض من العاملين في الزمالك برضو انا كنت شايفه انه خطا ان انت تمجد في فرجاني قوي على حساب اداره الزمالك. ما كانش وقته ولا كان ان انت تعمل كده، في ظل ان انت المفروض ان انت بتفاوضه عشان تقلل الفلوس اللي طالبها وعشان خاطر يتعاقد يجدد تعاقده تاني. لكن لسه الدنيا مش واضحه. اخر حاجه المفروض هيحصل ان هو بالنسبه لفرجاني مش هيلعب ماتش الطلائع اللي جاي. المدير الفني بالتالي قال لك ما فيش مشكله، ما بعتمدش على لاعب باسمه، خلاص قالت اللعيب الجاهز هو اللي بقى بالنسبه لي. ودي كانت فرصه حلوه الصراحه ان هو يظهر لاعب زي امام عاشور، قدر يثبت نفسه الفترة الأخيرة وقدر إن هو ينجح والكلام ده كله. ويمكن حتة استكمالا لأحمد درويش الكلام اللي قاله، الكلام صحيح طبعا، إنه قال موضوع التعاقدات والكلام ده كله، اتقفل التعاقدات تماما في نادي الزمالك وطلعوا بيان بكده، وحتى مدير إدارة التعاقدات إن هو المفروض خالد رفعت طلع قرار النهارده ان هو قال لك انا مش هبص غير في عروض رسميه من انديه فقط. طب انا عايز حته الوكلاء وحته الكلام دي انا مش هبص ليها، وانا هبص على ورق، هتعامل مع ورق، ومفيش انتقالات في فتره يناير دي خالص طبقا للبيان اللي طلع النهارده بنادي الزمالك، وان هم هيبدا اي حاجه بعد نهايه الدوري.